السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في ليلة سعيدة أجدكم فيها بإذن الله تعالى أينما كنتم في حوارات. هذه الحوارات لا تحاول أن تنكأ جراح الماضي ولا أن تثير غبار الحاضر، تحاول أن تستشرف المستقبل كيفما كانت، منطلقة إما من قوة من القوى السياسية أو من القوى السياسية أو من رقعة جغرافية معينة أو من واقع أو حادث معين يكتنفها ويضللها كاملا ما يريده المواطن في اليمن. ماذا يريد هذا المواطن؟ بعيدا حقيقة عن التنظير الذي قد سئمته النفوس، يعني بحوار فيه من الألفة، فيه من المحبة، فيه من إرادة الخير لهذا الوطن. ونأخذ ما بين فترة وأخرى نموذج لهذه الأحزاب أو القوى أو المدن. مدينة تعز، ماذا يدور في تعز وماذا يجري في تعز؟ ولماذا نخصص الحديث عن مدينة تعز؟ ما الذي يميزها عن غيرها من المدن؟ ما دور الأحزاب في مدينة تعز؟ وما دور تعز بالمقابل في مع هذه الأحزاب؟ ماذا تريد الأطراف بشكل عام، سواء الأطراف المحلية في تعز، أبناء تعز، الوجهات في تعز، وماذا يريد الإقليم كذلك من تعز، وماذا تريد كذلك السلطة من تعز؟ هل تمر تعز حقيقة بمرحلة متفردة عن بقية المحافظات مختلفة، يعني أم أنها مماثلة لبقية المحافظات؟ حول هذا الموضوع بنفس النفس الذي ذكرته لكم، النقاش الذي يهدف إلى الوصول إلى الحقيقة المجردة بلا تزييف وبلا تضليل، النقاش الذي يوصل إلى معرفة الخطأ فمحاولة تجنبه ومعرفة الصواب ومحاولة تعزيزه. سأتحاور مع أبناء تعز في هذا اللقاء. أرحب باسمكم جميعا بالأستاذ ماجد المذحجي، مدير مركز صنعاء للدراسات. حياكم الله أستاذ ماجد. أهلا وسهلا، شاكر لك الحضور. شاكر لك. كما أرحب بالمحلل السياسي من أبناء تعز الأستاذ محمد النقيب. حياكم الله أستاذ محمد. حياكم الله جميعا. أنا سأترك لكم المجال، تخاطبون أبناء تعز، تخاطبون أبناء اليمن بشكل عام في الداخل وفي الخارج. سأحاول جاهدا، وإن كان البعض يقول لي تراك تقاطع كثير، لا ألا أقاطع كثيرا، فأعطيكم المجال أن تصفوا لي ماذا يجري في تعز يا أستاذ ماجد. لا طبعا الوضع في تعز واحد من أكثر الأوضاع تعقيدا في اليمن لأسباب عدة. يعني تعز هي منطقة يعبر فيها عن السياسة بأحد أكثر أشكالها وضوحا، بالصراع السياسي وبالاحتجاجي، وأيضا حتى بتعبيرها العنيف المسلح. ما يحدث في تعز هو ارتدادات لمراحل ما بعد تحريرها من سيطرة الحوثي وبدء تنافس بين الأطراف المحلية فيها على إحكام السيطرة على القرار في المحافظة، تنافس قوى سياسية بالإضافة إلى ارتدادات الصراع الإقليمي موجودة أيضا في تعز. هذه بالسويين الصراع. ثانيا ظل الحوثي داخلي إقليمي، داخلي وخارجي، بالإضافة إلى الظل المقيم لجماعة الحوثي. الظل المقيم لأنه جماعة الحوثي أيضا لا زالت هي تخيم مش فقط في المديريات تعز، لا زالت في الأطراف الشمالية المدينة، فبالتالي هي عنصر أيضا في المعادلة. كأنك عديتها عنصر ثالث، يعني لماذا ما تجعله كذلك داخلي؟ لا، محركات الصراع الحالية في تعز هي محركات داخلية مغلقة بعيدة عن الحوثي الحالية الآن اللي هو الموجود بين أبو العباس والإصلاح والمحافظ وما إلى ذلك. هذه محركات مختلفة تماما عن الصراع مع الحوثي. الصراع مع الحوثي ما زال ظله مقيم يلقي بظله أساسا في خلفية هذه الصراعات، الوضع المعقد الإنسانية، الوضع المعقد عسكريا، كل هذه ارتدادات تجد صداها سواء في الصراع الداخلي أو تجد ارتداداتها أيضا في العلاقة مع التحالف الإقليمي. هذا الخليط بالإضافة إلى أنه هذه المحافظة بمزاجها إذا أقلت ما يوصف الآن بالنزك بسبب الحرب، بسبب الكلفة التي دفعتها إنسانيا، بسبب الحصار القاسي الذي تعرضت له، وبسبب تاريخها السياسي الصاخب. تعز محافظة احتجاجية بامتياز، يعني في فترات مختلفة من تاريخ اليمن لطالما كانت هذه المحافظة صوتا احتجاجيا بارزا في فترة صالح في الثمانينات وفي السبعينات، لاحقا بعد الوحدة، وهي مسرح نشط العمليات السياسية إذا صح الوصف. كل الجماعات السياسية في اليمن تجد تمثيلها في تعز، هذا جعلها ميدانا صاخبا، وفي أي نقاش سياسي ستجد صوت تعز عالي مع كل الأطراف. هذا الذي يحصل في تعز حاليا باختصار شديد، هذا بملمح عنه. أستاذ محمد، حقيقة تعز مرت بأشد يعني الظروف ألم وقتامة نتيجة للتكالب الذي تعرضت له من قبل أدوات النظام القديم، ومتمثل بجماعة الحوثي ومن يعني حالفها، وحصول تلك القوى على الأدوات التي كانت تمتلكها الدولة، ومن خلالها حوصلت محافظة تعز من كل الاتجاهات، وضيق عليها الخناق وتعرضت لقصف عنيف وبمختلف أنواع الأسلحة، وتم تضييقها في نطاق جغرافي ضيق يعني جدا. وكانت هذه الآلام والمعاناة التي مرت بها خلال الفترة الماضية، وهي محافظة معروفة عنها بأنها سلمية وبعيدا عن السلاح والعنف، دفعتها لأن تتحول من محافظة تحمل القلم إلى محافظة تحمل البندقية، وهذا التحول الذي مرت به محافظة تعز خلال السنين العجاف الماضية تحولت معه تحولات ثقافية وتحولت في كثير في عمق المجتمع، وتصلبت الإرادة الجماهيرية الرافضة للانقلاب، والتي يعني عبرت عن نفسها بجدارة واقتدار لمقاومة هذا المشروع الظلامي الانقلابي والتضحية في سبيل ذلك بالغالي والنفيس. وكان ثمار هذه الإرادة الجماهيرية الصلبة أن صدت هذا العدوان الغاشم الذي كان قاب قوسين وأدنى أن يطبق على هذه المحافظة، وأن يستكمل السيطرة على جميع نطاق الجغرافي في الجمهورية. واستطاعت تعز خلال تلك السنوات العجاف أن تقدم نموذج من الإرادة الجماهيرية الصلبة، ونموذج من المقاومة، ونموذج من الاستبسال، ونموذج من هذا المجتمع الذي يحمل القلم إلى حامل البندقية بجدارة واقتدار. هذا التحول له بطبيعة الحال يعني هناك تبعات، وهناك أعباء، وهناك يعني نتائج تسفر عنها تلك المعارك. فالوعي المجتمعي عندما يسلك مسلك السلاح يحصل هناك تصرفات من هنا أو هناك تأتي نتيجة لحالة هذا التحول. لأنه الآن عندما نتكلم عن تعز في حالة من المقاومة، هي تريد أن تنتقل من حالة مقاومة جماهيرية عفوية إلى حالة انضباط في مؤسسة عسكرية وأمنية وينضوي في هذا الإطار. مرحلتها في حالة الانتقال من هذه الحالة إلى الحالة التي تليها يحصل نوع من الارتباك ونوع من الضوضاء ونوع من الإشكالات التي تتعالى هنا أو هناك. هي حقيقة محدودة، وهناك تضخيم في غالب الأحيان لما يجري في تعز لسبب أو لآخر. وأن أنتم تتكلمون وأنا من داخلي أكاد أغلي غليان، يعني أنا يعني أقصد يعني بعد إذنك أنا سأوجه سؤال إليك. يعني يا أستاذ محمد، أنت تتكلم لي والأكثر والإعلام يصنع وكذا وما إلى ذلك، والنظام السابق وما كانوا عليه وكذا، يعني المناطق التي تحت ما تسميها أنت بالنظام السابق أو الأنصار الله والحوثيين يعيشون حالة من الأمن، وهذا أكثر مما تعيشه المدينة تعز في ذاتها بداخلها. ليس هذا صحيح. ما تعيشه تعز، أولا لابد أن نفرق بين المناطق التي أخضعتها الميليشيات الانقلابية بأساليب قهرية وجبرية وحيلة بينها وبين التعبير عن وجهة نظرها بحرية وانفتاح، وبين مدينة تعز التي يحق لكل صغير أو كبير أن يعبر عن وجهة نظره بمختلف المستويات ومختلف الوسائل بحرية كاملة دون أن يتحمل أي تبعات لذلك التعبير عن وجهة النظر. تعز مدينة فيها مساحة من الحرية. أما تقول لي عن مناطق سيطرة الانقلابيين، هذه مناطق لا يمكن أن يتفوه فيها أحد ببنت شباه والذي يعبر عن وجهة نظره. هناك معاناة وهناك قمع وهناك وضع مضطرب في تلك المناطق أضعاف ما هو في تعز، غير أنه لا تسلط عليه الضوء نتيجة للحجب الذي يحصل من قبل العراق داخل مدينة تعز بالسلاح الثقيل. أنا قلت لك أن التحول من مرحلة المقاومة الشعبية من البندقية إلى الدبابة. خليك معي. التحول من حالة المقاومة الشعبية إلى الانضواء في إطار المؤسسة العسكرية هو تحول حقيقة ليس بالأمر الهين. أنا أتفق معك أن التحول شاق والتحول يعني يحتاج إلى بذل، لكن ما أراه أنا كمواطن أشاهد مدينة تعز الثقافة، تعز لا إن شاء الله أشاهد أنا اللغة لغة البنادق، بل تجاوز لغة البنادق إلى السلاح الثقيل. ماذا يقول ماجد في هذا؟ تعز حالها مثل حال عدن. شوف هذه المحافظات التي هي أساساً لأسباب عدة تكتسب أهمية كثيرة. أحد أشكال تسوية الصراعات فيها تذهب إلى السلاح، كون تعقيداتها أعلى من الحل السياسي حتى الآن. يعني في عدن اللي هي المحافظة كمان النموذجية في اليمن أو المدينة ذات فضل، حسم الصراع في أحد مسوياته بالبندق والنار. الأمم المتحدة لم تقل أن في عدن في ميليشيات، قالت أن في تعز ميليشيات، وأيضا في عدن قالت ميليشيات. تصنيفات الطابع الميليشيوية هي تتسع لتشمل كل طرف سياسي يحمل قوة مسلحة بما في ذلك الأطراف. لكن تتحدث في ذلك الأمم المتحدة؟ الأمم المتحدة ما تصدرش أحكام، هذه ليست أحكام، توصيف الميليشيات. وصفت الواقع أن الذي يحصل في تعز، وصفت في عدن، وهناك تقارير مختلفة بما فيها تقارير خبراء مجلس الأمن غير تقارير خبراء مجلس. أنا أقصد هنا دحين الموضوع مش للنقاش بأنه عدن أو تعز أفضل، أنا أقصد أنه جزء من تعقيدات هذه المدينة تعز وتعقيدات عدن هي متصلة بحجم التمثيلات اللي فيها ومن تتبع وإيش الصراعات القائمة على القضايا السياسية. لكن هل هو الصراع فقط كان مثلا قائم على أنهم من يسيطر على عمارة أو شارع داخل تعز، أو أنه تحديدا عكس أوزان الأطراف السياسية والأطراف اللي محسوبة عليه، وبالتالي أن تكون حاضرة في القرار السياسي كل المحافظة هي تكتسب أهمية خاصة لكونها خاصرة الشمال والجنوب، لكونها تطل على البحر الأحمر، لكون مواردها المالية، لكون دورها السياسي مهم ومركزي في تقرير وجهة النظر في اليمن. فلذلك ارتدادات هذا الصراع على قرار تعز هو ارتدادات أساساً لدورها في مجمل الوضع السياسي العام في البلد. هل يعني بهذا المعطيات اللي ذكرتها أنت الآن التي تعطي للمدينة أهمية تاريخية وحاضر كذلك، هل هذه المدينة تعاقب؟ أحد المستويات العام، شوف بقول لك شيء، أنا بتقديري تعز تدفع كلف من فترات متعددة تراكمية؟ بالضبط. هي محافظة أنا أميل لوصفها لهذا صوت احتجاجي وأداء احتجاجي، عرف عنها هذا المزاج بدءا من فترة الأئمة وصولا للآن، من مظاهرة الطلبة ضد أحمد في 55 ولا حركة الثلاية ولا ما يليها، ووصولا إلى ثورة 2011 ولاحقا عليها أو سابقا عليها. أنا بتقديري الكلفة الاحتجاجية والدور العام أدى إلى تصنيف أبني المحافظة دفعت نفسه ثمنه مراحلا عدة حتى الآن. واحد من ارتدادات 2011 مدفوعة حتى الآن، أحد مستويات فاتورة مفتوحة، أحد الارتدادات المفتوحة، لأنه في الأخير أن يعاقب جزء من دورة السياسة في اليمن هو دفع المناطق لأثمان نتيجة مواقف سياسية اتخذها أبنائها. حدث هذا مرارا في أكثر من مكان في اليمن، والتعز هي على رأس هذا السلم المحمد. من اللي يعاقبها؟ على حسب ممكن نفتح القائمة طويلة يعني بدون ذكر مسميات يعني. أقصد إنه لكنك تثبت أنه في عقاب طبعا في أدوار سياسية، يعني شوف هذا لا يعفي، يعني ما يحدث الآن هو عقد من العقاب، الآن عقد من العقاب، الآن الصراع السياسي مختلف، بس هي في فترات طويلة لا دفعت ثمن عقاب. يعني دعني أقول لك التصدي لجماعة الحوثي حين نزلت إلى عدن عبر مظاهرات عارمة حدثت في تعز أدى إلى اشكال من العقاب الموسعة اللي لجأت إليها جماعة الحوثي تجاه صوت تعز الاحتجاجي الذي كان لسه ما حملش سلاح، من ثم تحول الموضوع إلى فعل مسلح وكان غير مقبول، وأدى إلى واحدة من أسوأ حملات الحصار العسكري لمدينة في اليمن، واحدة من أسوأ حالات خنق السكان. هذا شكل من أشكال العقاب، هذا مش معركة، هذه لم تكن معركة، هذا كان شكل من أشكال العقاب الجماعي للسكان بعيد عن المعارك القائمة بين المقاومة وجماعة الحوثيين، شكل من إيذاء الناس، هذا مستوى مختلف من العقاب بس هو عقاب في الأخير. فبالتالي هي كلفة ما تدفعه هذه المدينة هو متصل بموقفها السياسي الاحتجاجي، ما لهش علاقة بأنه الواحد حمل بندق ولا حمل قلم. هذه وسائل تدين بعضها أو تتفق مع بعضها، لكن لكل واحدة شروطها، بس هي لا تعاقب لذلك، هي تعاقب لجملة موقفها العام من التطورات السياسية في البلد بخلاف بقية المدن. لا كل مدينة دفعت بطريقتها، بس تعز هذا ليس لأنني من تعز، أنا ما أشتيش أقول بس هذا له علاقة، لا لأنك من تعز أو لا أقصد أنا بس اللي حاول أكون متجرد هنا إنه في التاريخ السياسي على الأقل الحديث لليمن، على الأقل 50 سنة أو 60 سنة كانت تعز في مركز صدارة الاحتجاج السياسي في اليمن لأسباب عدة، لا علاقة بالتعليم، لها علاقة بدور الأطراف السياسية، لها علاقة بالرأسمال النشط فيها، لكثير من الأشياء، هذا جعلها في بؤرة الاحتجاج أبنائها، فدفعوا أثمان أمنية، دفعوا أثمان سياسية، دفعوا حرمان تنموي، دفعوا غيره وغيره وغيره، هذا وصبغها بلون محدد، لون هذا الاحتجاج، فلذلك دائما ما يثير أي فعل جماهيري في تعز القلق، اكثر من اي مكان اخر. دائما ما ينظر الا كون تعز في 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 رياده الاحتجاجات، انه تعز في الاحتجاجات هي في الرياده، لذلك هذا في 2011 كان عامل استنفار عام انه تعز تبدا تعمل اعتصامات في المدينه ومن ثم تخلق صدى وطني. هذا يجعلها تدفع ثمن. أستاذ محمد، البعض ينظر إلى الواقع، وإن كان أنا أستشف من حديثك أنت أن تعز بالنسبة لها بعض المحللين السياسيين شبه تعز أنها أو الواقع في تعز كأنها الخميرة لليمن بشكل عام التي ممكن أن تصنع منها المجتمع المدني في هذا، لكن أنا سأنتقل إلى موضوع آخر من موضوع أن هل مدينة تعز تعاقب أو لا تعاقب كما ذكر أخي ماجد في تحليل لهذا الموضوع. البعض يرى أن ما تمر به تعز الآن في المرحلة الموجودة نفس الإرهاصات ونفس المخاض التي مرت به على سبيل المثال صنعاء، صناعة شيء، صناعة عدو أو صناعة طرف معين، والأفرض أن أقول الإصلاح مثلا في هذه المرحلة الموجودة الآن، وإثارة مجموعة من الغبار هنا وهنا لخلق واقع جديد، لخلق قوة جديدة، لإيجاد مبرر لتدخل ما في تعز، اختناقات، مظاهر معينة اقتصادية وما إلى ذلك. هل هذا واقع؟ حقيقة هناك رغبات عديدة فيما يتعلق بإعادة تشكيل تعز ما بعد يعني الحيلولة دون قدرة الميليشيات على بسط نفوذها على المدينة، لكن حقيقة العامل يعني تعز تمتلك قوة ذاتية عصية على أن يتم تشكيلها بالكيفية التي يريدها هذا الطرف أو ذاك. تعز بقوتها الذاتية قادرة على أن تتجاوز هذه المرحلة العصية، وهي يعني حقيقة استطاعت أن تفشل كثير من المشاريع التي أرادت أن تستنبت داخل المدينة جماعات، أن تستنبت الفكر المتطرف وأن زراعة تلك الخلايا التي قبضت مضاجع أبناء المحافظة، لأن هناك أطراف يعني حقيقة حريصت بعد أن وجدت هذه الإرادة الصلبة العصية على أن تنكسر، أن لعبت بأوراق داخلية ومن ضمنها الورق يعني الورقة الأمنية، وكان الاستخدام للعناصر المتطرفة استخدامها من خارج المحيط الجغرافي للمحافظة المدنية واستنباتها في هذه المحافظة المتمدنة بغرض أن تكون بغرض أن يعني أن تبرر لما أوردته في ضمن سؤالك، موضوع يعني أن تبرر لتدخلات من هذا الطرف أو ذاك. لكن حقيقة القرار الذي اتخذه الأخ رئيس الجمهورية بتشكيل اللجنة الرئاسية بالإضافة إلى الجهود المغنية التي بذلت من قبل السلطة المحلية خلال الفترة الماضية حالت دون استنبات أي من جماعات العنف داخل المحيط الجغرافي لهذه المدينة المتمدنة، وتم إزاحة هذا الخطر. وتعز اليوم غير يعني في المرحلة القادمة ستكون غير تعز في المرحلة الماضية. حقيقة هناك عمل مكثف فيما يتعلق في هذا الجانب، وهناك يعني خطوات، لكن يسمع صراخ هو طبيعة يعني عندما تخطو خطوات موجعة في عرض أين الموجعة؟ تفوت عرض تلك الأوراق التي يراد زرعها واللعب عليها في وتعزيز تلك التناقضات في أي من المحيطات الجغرافية، ووجدت الأداة الفاعلة القادرة على قطع تلك الأذرع. يكون هناك صخب في الجانب الإعلامي. لا 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 نعول كثيرا على الإعلام. لا هو لا تعول كثيرا مش صحيح، وأنك تهمله مش صحيح، لكن أنت ذكرت يا أستاذ محمد ولو قاطعتك، أنا فاهم أنك قادم من تعز وأنت من أبناء تعز وأنت من 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 المحافظة وتعرفها، لكنني أنا أقف أمام حقائق تذكرها أنت الآن. أنت ذكرت لي مثلا قوة ذاتية، وذكرت لي الفكر المتطرف. قد يصنف بعض الجماعات أو بعض الأطراف أنها فكر متطرف كذلك من أبناء تعز من الداخل أنه فكر متطرف، قد يراك آخر أنك أنت متطرف، لكن تذكرت لي القوة الذاتية، تتمثل في ماذا القوة الذاتية؟ القوة الذاتية تتمثل أولا في إرادة صلبة يمتلكها أبناء محافظة، ثانيا في 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 الرفض هم في 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 كلام عام. أعطني مسميات. القوة الذاتية تتمثل في أبناء تعز، هذه في كل أبناء الجمهورية، قوة ذاتية والشعب اليمني. لا بس كيف تجسدت؟ القوة الذاتية تجسدت في الحيلولة دون عبور هذا المشروع الانقلابي على أبناء تعز وفرض إرادة. تجاوزنا هذا، الآن جعل الله بأسهم بينهم. لا 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 خليك معي، إحنا الآن تمثلت في هذه الإرادة الجماهيرية الصلبة. الآن مسألة التحول إلى مؤسسة عسكرية حاملة للمشروع الجمهوري حائلة دون العبث به من أي طرف من الأطراف، يعني أن يحاول أن يعبث بأي طرف من الأطراف بما يتحقق وبما تم تحقيقه من مكتسبات. هذا 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 معبر عن مسألة القوة الذاتية. مسألة يعني الحرية الموجودة في تعز والتعددية التي قد نجت صوتها خفت في محيط في معظم المحيطات الجغرافية التي يعني تحت السلطات الشرعية، إلا أن صوتها في تعز حاضر. التعبير صوت من اللي في تعز حاضر؟ التعددية السياسية حاضرة بتعز ومعبر عنها بالأحزاب السياسية الموجودة، ولها حضور ومشاركة فاعلة في كل ما يجري في محافظة تعز. الحرية، حرية التعبير عن وجهات النظر أيا كانت هذه الوجهات مغايرة لرغبات. وصلت حرية التعبير إلى السلاح. شوف، السلاح هي حالة من النمو خارج أجهزة المؤسسة العسكرية. قام المؤسسة العسكرية بالحيلولة دون استمرارها وتم حسم هذا الموضوع. ولماذا شكلت اللجنة الرئاسية؟ لوجود علة. لوجود تم معرفة، والعلة عبارة عن ميليشيات، عبارة عن أسلحة. أرجو أن تعود لتقرير اللجنة الرئاسية، وهو تحدث بالتفصيل فيما يتعلق بما تم إنجازه، وأرجو أن تتبع الأمور في الواقع. هناك الجيوب التي كانت تزرع داخل جسد هذه المحافظة تم بترها. من بترها؟ اليوم المؤسسة العسكرية بترتها، واي جماعه تريد ان تنمو. الذي على راسها المحافظ. نعم، التي على راسها المحافظ وقائد المحور واللجنه الرئاسيه ومدير امن المحافظه، كل هذه التشكيله. تعز اليوم ستكون في المرحله القادمه غير تعز في المرحله الماضيه. تعز اليوم غير المرحله السابقه، وفقا لكلام الاخ محمد. انا اريد ان اسال سؤالي، نفس السؤال اللي وضعته عليه. البعض يرى ان تعز تمر بمرحله مشابهه بما مرت عليه صنعاء، مرحلة مخاض، مرحلة احتقان، مرحلة تجيش، مرحلة تخندق، مرحلة حتى انفجر الوضع. هل توصيف هذا بتعز يعني صحيح؟ أو إنزاله على تعز صحيح؟ يعني ما أدريش كيف يمكن واحد توصيفه، بس دعنا نقول الأشياء. الآن هناك صراع بين طرفين بشكل أساسي كان. بين طرفين؟ بالطرفين. وهما يعني كان في على رأسه الإصلاح في بشكل أساسي، وكان في أبو العباس وبالتالي الإمارات على خلفيته، لكن أيضا في قلق من أطراف عدة. هل اتضح ماذا يريد كل طرف؟ ولو قاطعتك أنا آسف. يعني في الأخير هو صراع على النفوذ في القرار السياسي في المحافظة ما بين طرف هذا الإصلاح وبين طرف أبو العباس المتمثل. نعم طبعا. خرج أبو العباس نسبيا من المعادلة الآن، خرج ضرب كقوة عسكرية، ضرب أو نقل حتى، يعني قوّض حتى نقل. الآن في تفرد. الآن ليس حتى الآن، في قلق من تفرد الإصلاح، في قلق حقيقي من أطراف عدة. خذ قياسا على ذلك البيان الأخير الصادر عن القوى السياسية فيما يخص الاعتداء على منزل المحافظ. كان الإصلاح الوحيد الذي لم يوقع عليه، بينما الكل وقع على البيان الآخر. وهذا هي دلالات، هي إفصاح عن كيفية تذهب الأمور. شوف الإصلاح الحزب القوي في المحافظة الآن، أردت أم لبتريت، عنده قاعدة جماهيرية عالية، وعنده قوة تنظيمية هائلة، وعنده سلاح. أتفق معك، جيش وطني ما جيش وطني، بس هي في الأخير هذه هي جماعات مسلحة دمجت مؤخرا ومنحت أرقام عسكرية، بس لا زالت ولاء خارج المؤسسة العسكرية. يعني هي لا زالت ولاء تلبس لباس المؤسسة العسكرية. يعني هذا هو حال كل جهاز أمني في فترة ما بعد الصراع في كل العالم، ليست اليمن ولا تعز استثناء. أقصد أنه أي مسار إصلاح لمؤسسة عسكرية وأمنية يستغرق زمنا طويلا، بما فيها تجريد هذه القوات من ولاءاتها الخارجية للمؤسسة. فبالتالي ما زالت القوات اللي ضمن مؤسسة الجيش الوطني تحتفظ بولاءاتها ما قبل إلباسها الجيش الزي العسكري. فبالتالي هذا يغير الحقائق شوية، لأنه يعيد تسمية. لأنه ذحين أبو العباس أيضا نظريا هو جيش وطني، هو نظريا هو ضمن كتائب منضوية تحت المؤسسة العسكرية، تحت اللواء 35، رغم أنه فعليا ما اندمجش. كل الأطراف في اليمن تحت المؤسسة العسكرية دحين. أيوة، بالتالي هو دحين مش المشكلة هنا، المشكلة بأنه لا يحدث نقاش صريح في تعز بين ما يريده الأطراف كلهم حتى الآن. أنا هذا بتقديري. شوف أنا شخصيا معجب بالمحافظ، بتقديري هو شخص قوي، شخص كويس، على رغم علاقته الوطيدة بالتحالف، لكنه مش أبو العباس، هو ليس أبو العباس يعني في علاقة، هو عنده استقلالية أعلى سواء تجاه التحالف سواء تجاه الأطراف الأخرى، لكنه عنده علاقة جيدة انعكست بشكل جيد على قدرة تحسين الشروط الإدارية والخدمية في المحافظة. عنده تحدي له علاقة بأنه الأطراف الأخرى هي أيضا لا تريد محافظ يكبر أكثر من اللازم، لأنه بالأخير يقوض استراتيجيته للنظر إلى استراتيجيته في إدارة المحافظة وضبط الأحوال فيها. الإصلاح عنده قلق، وهو مفهوم في الأخير أي شرط من أشكال التنافس السياسي مقبولة حتى وصولا للاحتجاجات الجماهيرية في اتجاه بعض، لأنه هذا عمل سياسي، هو اللي ما هو مفزع هو الذهاب إلى أدوات تعبير عنفية تجاه أي خلافات سياسية. هذا جعل شوية كانت الرسالة بعد خروج أبو العباس من المعادلة، الكل توقع أنه وتيرة الاشتباك العسكري في تعز تنخفض، فلذلك كانت الرسالة كذا شوية مقلقة ما حدث من فيما يخص حصار منزل المحافظ في المقلية. عملت رسالة أنه ممكن هل تستعاد نفس الأدوات مرة أخرى؟ وعاد نحن ما خلصناش من لا زال صدى رصاصات أبو العباس واللواء 22 وغيره لا زال في أذن الناس، يعني لسه قريب، فهم يتوقعوا الناس خلص، لكن لا زال الأمر. فبالتالي الإصلاح يثير قلق كثيرين ويجب عليه أن يبذل الجهد هو لتطمينه. طيب أخي ماجد، يعني أنت تذكر أنه انسحاب طرف لكي نكون منصفين، عنده علاقة وطيدة بالإمارة، لكن قوات أبو العباس هي من أبناء المدينة ويمثل لكن لا ينفي عنها، لكن لا ينفي، وهو يقول لها، هو يقول بصلته الحميمه مع الامارات والأذى، يعني هو شيء ليس يا سيدي لا شيء مستنكر في ذلك، كل الاطراف هي محسوبه على الطرف، ما قياده الاصلاح كله في الرياض محسوبه على ايش يعني؟ يعني محسوبه على السعوديه، قريبه للسعوديه في الاخير الان، اذا كانت ليست ذات صله وثيقه بالامارات فهي ذات صله. من حق الاخ محمد ان يجيب على سؤالين انت وضعتهما، لماذا لم يوقع الاصلاح على البيان بخصوص المحافظ؟ وهل هي محسوبه على الطرف الذي ذكرته؟ لكن سؤالي لك، عندما قلت انه قد يتفرد الاصلاح في ظل غياب طرف من الاطراف، اين بقيه الاحزاب من هذه يعني تعز هي مغذيه الاحزاب، وتعز هي رواد الاحزاب منها، وتعز هي ما من حزب اعتقد على الاطلاق وما من طرف، بل العجب انك تجد احيانا ما ادري هل هو يحسب لها ام عليها، تجد الاطراف المتحاوره في جنيف من كل اطرافها تجد ابناء تعز موجودين هنا وهنا. هل سيتفرد الاصلاح في تعز؟ لا هو صعب للغاية. أين بقية القوى؟ هي موجودة بس الإصلاح، أين المؤتمر وأين الناصريين؟ موجودة كل الإصلاح، المؤتمر موجود ووزنه ثقيل، بس الإصلاح هو الذي يمتلك القدرة التنظيمية والمالية والعسكرية. إذا البقاء الأقوى. أوكي، هذا هو منطق الصراع الذي ولدت، هذا المنطق الذي ولد الصراعات. في أي أداء سياسي يفترض أن يكون هناك تفاهمات، في حال الفشل في التفاهمات تذهب الناس إلى صراعات سياسية، يفترض في هذه الصراعات أن تحترم قواعد اللعبة، حين تخرج عن قواعد اللعبة تأخذ التعبيرات العنفية، هي المشكلة في التعبيرات العنفية مش في أن الناس يختلفوا ويتنافسوا. يعني ما في إشكالية أن الإصلاح يتفرد سياسيا، حقه يسعى لذلك وحق الناس يعترضوا، هذا هو منطق السياسة، بس نحن الآن في مرحلة انتقالية تجعل من حساسية هذه السيطرة أعلى من فترة استقرار سياسي. اي لا اشكال لدى ابناء تعز ان الاصلاح في ظل اي شكل من اشكال التمثيل السياسي، من حق اي طرف ان يمثل نفسه بالطريقه. انا لدي مشكله حقيقيه من انه صراع برامج، ايوه انا مش حتى صراع برامج، صراع ولاءات، حق الناس ان يمثلوا ولاءاتهم. انا عندي مشكله من صراع من سيطره الاصلاح شخصيا، ماذا؟ لانه ما يتناغمش معي، بس انا لا اقول انه هذا مش من حقه، لانه في الاخير ادوات التمثيل السياسي تقول كده. انا مشكلتي مع الاصلاح انه حين يغير ادوات الدوله التي هو يسيطر عليها لتعزيز اوراقه في اللعبه السياسيه، هذه مشكلتي، مش من هذا فقط انه يكون معه اداه عسكريه ضاغطه تاتي في خلفيه المسار العسكري. تتوقع انه قد يكون فكر متطرف؟ الاصلاح؟ لا مش تفكير متطرف، الاصلاح يستخدم، شوف اصلاح ذكي سياسيا فيما فيه استخدامه الموضوع الديني، حتى في موضوع حشوف شوف خلينا نقول فكره موضوع التساكن المثير للدهشه بين مع عبد الله العديني، وبينما اللهجه العاليه الصوت ضد ابو العباس. فهم الطرفين متطرفين في المدينه، اللهجه عاليه تجاه من؟ تجاه ابو العباس، بينما هم التساكن يقول لك نحن فصلناها بس. انا سافصل اول فاصل في هذه الحلقه ثم اعود اليكم ان شاء الله تعالى، فاصل يسير ثم اعود اليكم اعزائي المشاهدين. به سابدا مع ضيفي الاخ محمد النقيب في رد على التساؤلات التي وضعناها قبل هذا، اجدكم بعد الفاصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم مجددا في حلقة الليلة من برنامج حوار المستقبل. ناقشنا فيه في الجزء الأول مدينة تعز بأبعادها المتعددة، وأجاد الضيفية في توصيف الواقع ومحاولة وصفه بما هو كائن عليه. وسأحاول أنا وإياهم بإذن الله تعالى في هذا الجزء الثاني أن نستشرف المستقبل وكيف يمكن القفز إلى المستقبل وصناعة الأمل بإذن الله تعالى. باسمكم أرحب جدا بالأستاذ ماجد المذحجي والأستاذ محمد النقيب، حياكم الله جميعا. كنت وقفت أستاذ محمد قبل هذا الفاصل حول بعض الكلمات أو بعض الأمور التي ذكرها الأستاذ ماجد. لماذا لم يوقع الإصلاح على بيان ما تعرض إليه المحافظ؟ يعني حقيقة أنه الإصلاح لديه من يعبر عن سياساته، لكننا يعني ولا نعبر عنه فيها، لكن الإصلاح هو أصدر بيان يعني تحدث فيه عن ما يتصل بحادث الملابسات ما تم في على منزل المحافظة في المقلية، وطالب لجنة التحقيق بأن توضح للرأي العام نتائج ما توصلت إليه من التحقيقات فيما يتعلق بذلك، وعدم تضخيم الأمور وتصيد يعني بعض الأخطاء بغرض يعني الإساءة إلى تعز وإلى المؤسسة. تحدث هو بالتفصيل في هذا البيان، كما تحدث يعني تحدثت الأحزاب السياسية عن إدانتها، وهو حقيقة أي فعل يمس مؤسسة الدولة هو مدان، وينبغي أن يكون هناك فصل بين ما يتصل بالمؤسسة العسكرية ومهامها والاختصاصات المناطة بها وفقا للقانون، وما يتصل بالسلطة المحلية ممثلة بالأخ المحافظ الرئيس المجلس المحلي، وهو حقيقة الدكتور أمين أحمد محمود بذل جهود فيما يتصل بتطبيع الحياة في المحافظة، وجهود مشكورة. وهذا الجهد الذي بذل من قبل الأخ المحافظة هناك أطراف لا يروق لها أن ترى محافظة تعز النور في مختلف في شتى المجالات، ما يتصل في الجانب العسكري وما يتصل في الجانب الأمني وما يتصل في الجانب الإداري، وهي تحاول بين حين وآخر أن تبعث رسائل سلبية من هنا أو هناك. وحقيقة تعز اليوم في أمس الحاجة لأن تلتقي فيها كل القوى السياسية، وتلتقي فيها قيادة السلطة المحلية مع المؤسسة العسكرية على كلمة سواء، وأن يتجاوزوا كل التباينات في وجهات النظر، وهي في الغالب حقيقة تأتي عن حرص، ولكن كل جهة تنظر لحرصها على محافظة تعز من زاوية، والتباين في وجهة النظر هو نتيجة للرؤية المتباينة للحرص المتمثل لحرص الجميع على محافظة تعز، وإن شاء الله تكون. لكن الحرص هذا حرص يقود إلى الاقتتال؟ ليس، لم يكن هناك عسكرة، لم يكن هناك عسكرة. لا أنا أعترض على سؤالك هذا أخي، لأنه أرجو أن تعود إلى تقرير اللجنة الرئاسية. تم تسليم معظم المؤسسات الحكومية. لا لا أتكلم عن الآن، أنا أتكلم عن هذا الحرص اللي دام الفترة الماضية. لا حرص قاد البعض إلى عسكرة المدارس وإلى تعطيل الحياة. طبيعة المرحلة يا سيدي الفاضل، بس أنت قلت إنه حرص. أنا أكلمك حول المرحلة الماضية، كان هناك حالة من الارتباك التي ولدت تلك الحالة، يعني يوم تعطلت مؤسسة الدولة ضربت كل الأجهزة الأمنية. أخي لم يعد في المحافظة أيا من ركائز المؤسسة أجهزة الدولة التي تقوم عليها، يعني الآن أفضل بكثير أخي. يعني تعز الآن تتعافى بشكل متدرج. أعطني أوجه هذا التعافي. نعم، أوجه هذا التعافي أخي. المحافظة منذ قرر تعيينه بذل جهود مضنية فيما يتعلق في تطبيع الأوضاع داخل المدينة، منها تفعيل المؤسسات الإدارية، المكاتب الحكومية، ما يتعلق بقضية ترميم المكاتب والمؤسسات التي تعرضت. المواطن أنا أريد المواطن، أعطني شيء متعافى للمواطن. خليك ما يتعلق بترتيب كثير من الجوانب الخدمية، ما يتعلق بقضية يعني ترتيب ما يتصل بقضية يعني الأقسام الشرطة، ما يتعلق بقضية ترتيب المكاتب الحكومية للقيام بدورها والادارات، وما يتعلق بقضيه في اشياء كثيره، الجوانب يعني جوانب خدميه فيها التفاصيل لا يسع الحديث عنها. ولماذا خرجتم اذا كانت متعافيه؟ لا لم نخرج، احنا زياره مرضيه وعايدين ليها اسبوعين وعايدين. هل تعز متعافيه يا استاذ ماجد؟ انا هذا من وجهه نظري تتعافى، انا لم اقول فيها في حاجه، تتعافى بشكل متدرج. عسى ذلك هذا، لكن في الاخير في وضع معقد الان في تعز حقيقه. طبعا هناك رغبه لدى الجميع بانه تتعافى تعز، بس الوضع اكثر تعقيدا. شوف الان كل الاطراف لديها رغبات ولديها طبعاً امنيات ولديها يعني الامل لكن اتكلم عن واقع، ارقام في الحقيقه في الشارع. احد ابرز مؤشرات الوضع هو الوضع الامني. الوضع الامني لا زال مربك، ما نتحدثش عن صراع مسلح بس نتحدث عن تعقيدات الامنيه، يعني ظواهر السطو والبلطجه، اطلاق الرصاص، هؤلاء اللي نسميهم نحن في تعز اللي لابسين المعاوز واسمهم نسيت الاسم، بشمرقه، لا مش البشمرقه، هؤلاء كذا شباب ها مفصعين وغيره وغيره. هذه ظواهر حيه يوميه في تعز. غزوان المخلافي لا زال نجم ويحكم. أين التعافي إذن يا أستاذ محمد؟ فهذه المؤشرات. طيب هذا واقع، هذا واقع الآن، يعني قد نختلف فيه نسبيا ما بين أنه والله في مظاهر معينة قد يراها الأستاذ محمد أنها نسبية. أخي عندما تم انهارت كل المؤسسات الحكومية، عندما انهارت كل المؤسسات الحكومية وعشنا في حالة من الاضطراب والارتباك الحاصل، أنت حتى تستكمل بناء الأدوات القادرة على ضبط الأمور واستعادة الدولة لبسط نفوذها وضبطها للجوانب الأمنية والإدارية وما إلى ذلك من هذه الجوانب تحتاج إلى مدة زمنية كافية. نحن نقول الآن قد يعني تجاوز البناء مرحلة معينة، ومثل هذه الظواهر التي تحدث عليها الأستاذ ماجد إذابتها ببناء الأدوات القادمة وتأخذ وقت. نعم، أنا أريد أن أسأل الأستاذ ماجد بحكم قراءتك للواقع من الداخل ومن الخارج، وأنت مدير مركز دراسات صنعاء، ماذا يريد وماذا قدم البعد الخارجي لتعز بكل ألوانه، بكل دول الإقليم أو الخارج؟ ماذا قدم البعد الخارجي؟ أنا وأنتم خلال النصف الأول قرأنا الأحزاب وقرأنا أبناء تعز وقرأنا البعد الخارجي، ماذا يريد من تعز؟ وهل تعز موجودة في أجندته أصلا؟ ما هو لا يستطيع تجاوزها لأسباب عدة أو لا. شوف في أكثر من مستوى يتم فيه توظيف تعز بالنسبة للتحالف على الأقل أو النظر فيه لا تعز، يعني ثلاث أو ثنتين زوايا أساسيتين لديك. أولا التعقيد الإنساني، واحدة من ال من ال من ال من الأدوات السياسية اللي استخدمها التحالف من البداية جعل تعز إذا صح الوصف منصة إدانة الحوثيين الأخلاقية، بمعنى يعني يجعلها عرضة للاستباحة. يعني لم يتحرك التحالف بشكل حقيقي في تعز لدعم مسار مقاومة أو للدخول بالثقل العسكري، لأنه هذا يتيح له توظيف تعز في إطار إدانة السلوك اللا أخلاقي للحوثيين أمام المنظمات الدولية. رغم يعني يموت الناس من أجل واحدة من الاستخدامات السياسية المأساة تعز كان استخدامها التحالف وحافظ على الوضع هذا الفترة الطويلة وفشل في ذلك، حتى فشل حتى في استخدامها لأنه تقرير منظمة الخبراء كان ضعيف للغاية في استجابته لموضوع الوضع الإنساني في تعز بسبب الوضع الأمني، وبالتالي التحالف فشل في استثمار هذه المعاناة الدائمة. هذه واحدة كانت من، لكنها كانت ورقة استثمار واحدة، يعني لم يكن نغفل جميعا. أنت لما تكون برا وتشوف فعليا التفاعل الدولي كانت مادة مهمة استخدمت في إطار الدعاية السياسية في مواجهة الحوثيين. البروباغندا السياسية التي تم تضخيمها في مواجهة الحوثيين هي مش بس بروباغندا، هي حقائق كانت تعز، فبالتالي كانت مفيدة على فكرة بالمعنى هذا، مفيدة للتحالف في استخدامه لها ضدا، لكنها ضارة، بس ضارة، الناس تضرروا بالتأكيد هذا قطعا. المستوى الآخر التحالف هناك مقاربتين، أوكل ملف تعز تحديدا للإمارات، الملف بكل الملف السياسي والأمني. كانت السعودية موجودة بس هو كان ملف إماراتي مثلها مثل الساحل اليمني والجنوب، بحكم قربها من عدن، بحكم انه بحكم إطلالة تعز على الساحل، بحكم إطلالتها على الجنوب بقربها، يعني في الخاصرة، في الخاصرة اليمن، في خاصرة الجنوب تحديدا، والكتلة الكثافة السكانية للجنوب اللي هي لاحق والضالع وعدن هي مجاورة لتعز، وبالتالي قلب منطقة الصراع الجنوبي هي مجاورة لتعز، فبالتالي لا يمكن أن تقيم مفاعيل سياسية مستقرة لصالحك من دون ما تنظر إلى تعز. طيب يعني لو أضفت أنا ورقة في هذا الملف، ولو قاطعتك تفضل، ولو بيزعل البعض من أني قاطعك، أن 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 القوة حقيقة ربما للإصلاح تحديدا أو للقوة الأخرى أنها تعز، تكون في تعز، هل هذا كذلك؟ طبعا الإصلاح عنده قاعدة كبيرة في تعز، وبالتالي جزء من رأس ماله السياسي الذي يستطيع أن يفاوض فيه. يعني تخيل الإصلاح في أي مفاوضات لتقرير، إذا ذهبنا إلى اتجاه سلام الكل طرف لن يستطيع أن يضع أوراقه للتفاوض السياسي حول وضعه إلا بناء على ما لديه من أوراق في الأرض. فإذا تخيل الإصلاح بدون تعز وفجأة فقط يكون معه مارب، طبعا سيخسر الكثير. الإصلاح بدون تعز سيخسر الامتياز السياسي، الورقة السياسية التي تجعل تمنح قيمة في أي مسار تفاوضي لاحق سواء مع التحالف أو مع غيره. وهل ستخسر تعز بدون إصلاح؟ طبعا أنا شوف تعز جزء من رأس مالها أنه الكل فيها، ولذلك هذا خطير على الكل أن يحاول طرف أن يغلب نفسه أو أنه تعز تحاول تتخلص من طرف. طيب أكمل لي ما ذكرته أنت من الطرف الخارجي أن تحالف استثمر تعز في إظهار المعاناة الإنسانية، ثم ذكرت أنه سلم ملف تعز للإمارات. الإمارات مسكت ملف تعز، الإمارات عندها قلق حقيقي من حاجة اسمها الأخوان المسلمين، ذعر، مخاوف، فوبيا في لديها مشكلة حقيقية وعميقة فيما يخص الأخوان، وهي مش ما تخفيهاش، هي تسرع بها. ولذلك كان تعقيدها مع تعز أنه تعز هي واحدة من منصات الأخوان الأساسية في البلد، من أهم المنصات، من أهم، ولذلك يربكت، هذا يربكها الإمارات، مش قادرة تتعامل مع تعز. فتحت خط مع أطراف عدة في تعز، بس فعليا الإصلاح عنده قدرة ووزن وعسكريا هو موجود. الريف التعزي صح موجودين أطراف فيه أكثر، لكن في المدينة نفسها حيث القيمة السياسية للمكان الإمارات اضطرت تعاملت مع أبو العباس، وما كانش في حد يمتلك القاعدة التمثيل، يعني ما فيش حراك في تعز عشان يكون قاعدة لتمثيل الأطراف السياسية الأخرى أضعف من أبو العباس بالمعنى العسكري مش بالمعنى السياسي. فبالتالي عندها كانت مشكلة في كيفية إدارة حضورها بالجوار مع الإصلاح. هذا الصراع بين الطرفين بين الإصلاح والإمارة شل المحافظة وظل يشلها. الإمارة أيضا تنظر لتعز من زاوية فين البحر، المخا، باب المندب، تعز هي المحافظة إداريا تتبع من باب المندب إلى المخا، وهذه منطقة بالغة الحيوية بالنسبة للإمارات وسيناريوهاتها في أنه تكون موجودة على امتداد الساحل اليمني. فبالتالي لا يمكن أن يكون أي استقرار لنفوذ الإمارات في هذه المناطق والتحالف. لماذا يعني أقصد أنا هذا البعد الخارجي اللي ذكرته أنت الآن، يعني أقصد أنه لماذا ينكر البعض ومنها الإمارات وغيرها التي تستلم هذا الملف، ولا أدري أنا كيف يتم التقسيم، يعني يقسمون تقسيم كل واحد يأخذ له جزء مننا، مش عارف أنا كيف يعني. لكن في العموم لماذا يهمش دور الإصلاح وما يقدمه الإصلاح وما يضحي به الإصلاح، أكثر عددا من الذين قتلوا من الإصلاح وأكثر القيادات التي تقدم من الإصلاح، إن كان هذا حقيقة أنت تسلم بها، يعني لماذا يهمش هذا أو لا يذكر ذلك؟ هو مش يذكر بشدة، ما فيش أحد الأشياء اللي تذكر بشدة مساهمة الإصلاح، لأن الإصلاح موجود ولديه من يذكر به. يعني ما يحتاج أحد يذكر. لا، ليس الإصلاح ليس الطرف الضعيف ولا المنكسر، يعني دعنا نقولها بوضوح، الإصلاح في حزب قوي ولديه جمهوره ولديه أنصاره، لو قلت كلمة على الإصلاح يقيس يوقعك رأسك يومين. ما يعني أقصد ما تقدرش إنه تقول إنه الإصلاح طرف لا يمثل نفسه. فبالتالي تعنيد من الداخل ولا من يعني لا من الخارج مش من الداخل. بس اقصد انه ليس الطرف الذي يغفل عن نفسه الاصلاح في التذكير بما قدم، اذا قوه وهو قوه، فبالتالي هو لا يستثنى. الاصلاح يقاتل على ما له، وايضا يقاتل على الحصول على حصه يعتقد انها من حقه، مصلحته ومصلحه المواطن. هو طرف سياسي يرى في مصلحته ومصلحه للمواطن حتى لو راى المواطن عكس ذلك. أستاذ محمد، الإصلاح في هذا الذي ذكره الأستاذ ماجد، ما يقدمه القوة وهو طرف لا ينكسر وما إلى ذلك ويوجع رأسه اللي ينتقد الإصلاح، يعني هل الإصلاح واضح في ذلك؟ لا أعتبرك أنت كما قلت لي، أنت المحلل أنت هنا، هل يضع أمام عينيه الإصلاح مصلحة المواطن ومصلحة الحزب في كل ما يقوم به؟ حقيقة يعني الإصلاح، الالتفاف الجماهيري الحاصل على الذي تجسد بوضوح خلال ال4 سنين العياف التي مرت بها الجمهورية حول مشروع المقاومة والتي كان عموده الفكري الإصلاح، أكد بما لا يدع مجال للشك بأن المشروع الذي يحمله الإصلاح هو مشروع يستهوي أغلب جماهير وأبناء اليمن. ولماذا الاستعداء هذا إذن؟ الاستعداء هذا لأنه يحمل مشروع وطني مستقل. البقية ضد الوطن؟ ليسوا ضد الوطن، وإنما هم يعني الإصلاح إذا قال لا يستطيع أن يوقف عجلة أي طرف كان. قال لعلي عبد الله صالح لا، وكان مصيره كيفما كان. قال للحوثي والإنقلاب لا، وانظر الأطراف التي تريد أن تتعامل مع اليمن. هذا. نعم هذا كان خطير. نعم نعم يعني إذا قال هذا حزب الآن بهذا الكلام الإصلاح أن مصير علي عبد الله صالح لا لا يعني الإصلاح كان لعلي عبد الله صالح في مرحلة معينة لن تورث الحكم في اليمن وتحمل تبعات ذلك بكل مرارة وقسوة وثار وكان العمود الفقري في ثورة 11 فبراير ومن ثم كان العمود يعني في المقاومة الشعبية وقدم خيرة كوادره منهم يعني من انضج العقول السياسيه في اليمن يقع خلف قضبان الانقلابيين ومنهم من يعني لقى يعني مصيره في وهو في جبهه القتال ومنهم يعني الاصلاح استطاع ان يقدم مشروع وقال الاصلاح على لسان اليدومي انه علي عبد الله صالح مره شحنه فليبحث المؤتمر. نعم كان مقوله اليدومي يعني هو الذي يرفعه هو الذي ينزله يعني لا لا كان اليدومي عندما قال هذه المقوله في عام 99 لترسيخ تجربه التعددية السياسية واختيار المواطن لرأس السلطة في اليمن حتى يتربى أبناء هذا الشعب اليمني على ممارسة حقوقهم في اختيار من يمثلهم في رأس السلطة. ومن ثم عندما جاءت 2006 وشعر الإصلاح بأن الرئيس السابق يريد أن يورث الحكم قال رئيس من أجل اليمن لا يمن من أجل الرئيس وخرج بكل جرأة وكان شعاره رشحنا فيصل بن شملان ولن نخاف في ذلك أحد ودفع ثمن ذلك تكلفة باهظة. ولولا خروج الإصلاح الهادر ومعه كل القوى السياسية ممثلة في الأحزاب اللقاء المشترك منذ وقت مبكر بمعارضة قوية وجادة ضد المشروع التوريث ما وصلنا إلى 2011 بتلك الثورة السلمية التي أبهرت العالم ولو لم خليني أوصل لك هذا وجهة نظري ولو لم يكن للإصلاح ذلك الخروج ومعه كل القوى السياسية في الثورة السلمية لما أبهر الجميع بمقاومته المشروع الانقلابي وجعله وانظر اليوم كيف يتجعل يعني. اما الانبهار يا استاذ محمد فكل الشعب انبهر. الانبهار ما بعده انبهار طبيعه التحولات في المجتمعات. انت تريد ان تتحول من دوله تحكم بفرد إلى دولة يحكمها عموم أبناء الشعب بحريتهم. إذن الآن أبناء الشعب عندما خرج بسلمية يطالب بالتغيير ومن ثم تم الانقلاب على الخيارات التي توصل إليها في بحواراته في موزمبيق. ثم خرج الشعب بمقاومة هادرة تحول دون الاستفراد بحكم الشعب. هذا تحول في العمق المجتمعي نعم مراراته قاسية لكن الآمال المترتبة عليه في المرحلة القادمة لأبناء الشعب اليمني. الصورة وصلت أن الإصلاح يوم أراد أن يرفع علي عبد الله صالح رفعه، يوم أراد أن يسقطه أسقطه. الإصلاح هو كما تذكر أنت في هذا هذا وجهة نظري. هذا وجهة نظرك. لماذا يتهم الإصلاح إذا أن له بعد خارجي؟ ليس لديه بعد خارجي. الإصلاح يعني لديه تحالفات ولديه ترتيبات ولديه تنسيقات طبيعة أي قوى سياسية. يعني التجمع اليمني الإصلاح لديه علاقة حميمة مع المملكة العربية السعودية والمملكة العربية السعودية حقيقة أي علاقة احترام وتقدير وتنسيق مشترك معها هو مصدر فخر واعتزاز. هذه الدولة التي هبت ساعة الحاجة في لحظة كان الشعب اليمني في أشد مراراته ودخلت بقوة وساندت. لن أنسى شخصيا أنا وتلك الطائرات التي قدمت من المملكة العربية السعودية تنزل لنا القناصات والأسلحة والذخائر إلى مدينة تعز ونحن محاصرين في نطاق جغرافي لا يتجاوز 4 كيلو. من ينكر جهود المملكة العربية السعودية ومعها الأشقاء في الإمارات وكل دول التحالف فيما بذلوه لصالح اليمن هذا يعتبر مغافل للحقيقة ولا يمكن. هناك مآخذ هناك تباينات في وجهة نظر لكن في إطار في 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 إطار المشتركات. يعني الدستور اليمني يحرم علاقات مع الخارج. الدستور اليمني يحرم العلاقات مع الخارج والدستور اليمني هو نحن الآن في حالة مخاض. خرجنا من ثورة ولم نصل إلى دولة. خرجنا من ثورة ولم نصل إلى دولة وهناك من أسند هناك من آزر هناك من أعان. وإحنا نشوف التجمع اليمني الإصلاحي ولا يشتغل كحزب وإنما يشتغل في إطار الشرعية ممثلة بالرئيس عبد الربو منصور هادي. والإسناد الذي كان حاصل لمواقف الشرعية انعكس بطبيعة الحال على كل القوى السياسية. أما ما يتعلق بقضية أن يكون للإصلاح حضور قياداتي في المملكة العربية السعودية فهذا أرض الحرمين وهي يعني حضن دافئ لكل المسلمين في العالم. الأحضان كثرت والدفء حتى وصلنا إلى حالة من يعني الحر الشديد جدا. أنا سأتجاوز عن هذه النقطة وأريد أن أقفز إلى النقطة فيما تبقى لي من وقت. كيف يمكن أن تتجاوز تعز الواقع الذي هي فيه كنموذج لليمن بشكل عام؟ يعني أنا أعتبر تعز حقيقة هي هي خميرة لليمن بشكل عام، فيها كل الأحزاب، فيها كل المعاناة التي تعانيها، فيها يعني فيها المثقف وفيها غير المثقف، فيها الطبيب وفيها المريض وفيها كل ألوان الطيف، تشكل اليمن كاملا، ما من مدينة لا فيها من تعز، وتعز تشكل كل اليمن. تعاني تعز ما يعانيه كل اليمن. كيف يمكن للقوى السياسية، للمثقفين، لمراكز الدراسات، لكل من يحب هذه المدينة، كيف يمكن أن تتعافى وأن تنتقل وأن تخرج من هذا الواقع اللي هي فيه؟ شوفوا يمكن تعز توصيف ما يحدث فيها أنه نسخة بايلوت اللي يقولوا تجريبية لما قد يحدث في مناطق أخرى، وتحديدا في المستقبل السياسي لدى، يعني دحين تحديدا الصراع بين الإصلاح والأطراف الأخرى هو نموذج لصراع قادم قد يأتي لاحقا بين الأطراف في مركز القرار في صنعاء وفي أي مكان آخر. عفوا أعيد هذه النقطة. قد يكون ما يحدث في تعز هو تكثيف، نسخة تجريبية فعليا لاحتمال الصراعات التي ستتطور في اليمن ما بعد انتهاء هذه الحرب، وبالتالي الصراعات يعني لو أن المسار في تعز اتخذ فهو نموذج تجريبي يفصح عن الوجهة التي ستذهب لها الخلافات السياسية. بوصلة اليمن في تعز، أحد مؤشرات البوصلة المهمة في اليمن لما سيحدث في اليمن هو في تعز، إن اتجهت يمين سلبا أو إيجابا تجد مؤشراتها في تعز. جميل، تفضل. فبالتالي هذا ما يحدث الآن، فبالتالي تعز بما هي يجب، يعني يمكن دائما نصح الأطراف بالالتقاء، بس أيضا يجب إدراك المحركات المختلفة لهذه دعني من يجب، وأنا أتكلم مع واحد من أبناء تعز وأتكلم مع مدير مركز الدراسات صنعاء للدراسات، كيف يمكن لتعز أن تتعافى وأن تتجاوز حتى نصل إلى السيناريو اللي ذكرته أنت الآن، أن تعز تعتبر هي بوصلة اليمن، إن صلحت صلح اليمن، وإن فسدت فسد اليمن على نظرتك أنت الآن. أيوة، أحد المؤشرات. كيف يمكن أن يحصل ذلك؟ ماذا تريد أن تقول للقوى السياسية؟ ماذا تريد أن تقول أنت لمثقفي تعز؟ ماذا تريد أن تقول لأبناء تعز؟ يجب أن يقعدوا مع بعض يتكلموا بوضوح. واحدة من التحديات يعني شوف، للإصلاح بقول إنه دلدلة دلدلة فيما يخص الآخرين. الكل شو بلدوزر الآن جاء؟ لا، هو بلدوزر ومصفح كمان. فدل الآخرين قلقين ومذعورين. خرج أبو العباس، الند العسكري الوحيد اللي كان يواجه الإصلاح في غزة الآن. يزعجكم إخراج أبو العباس مثلا؟ هو تعرف لماذا أشعر الكثيرين بالقلق؟ دحين أنا ما أحبش أبو العباس، بس أنا عندي قلق إنه شفت لما يغيب التوازن في أي شيء على العسكري لأنه يمنح، فبالتالي الآن الإصلاح في حالة نشوة. تفرد، حالة نشوة، تفرد عاده، هو يطبق على المدينة صاحبه بقوته السياسية والعسكرية، بس في عنده نشوة، ولذلك كان مؤشر ما حدث في البوقلية مؤشر أن الإصلاح ممكن ما يضبطش أموره شوية، يتهور. هذا عمل قلق على الآخرين. لا كمان أنتم يعني الإصلاح مش شيطان، في لغة سياسية مع الإصلاح في الأخير مش كما عم تطلع، الإصلاح عنده لغة سياسية ممكن الوصول تفاهمات معها. فبالتالي يجب على الجميع التقاء، يجب على الإصلاح أن يضغط فرامل في أدائه العسكري. وبعدين في حقائق كلنا نعرفه، الإصلاح ماسك بالقرار العسكري والسياسي في المدينة، فبالتالي كمان هم يموهش كثير، يعني يكون واضح مع الآخرين. هذه اللغة المموهة الكل ما عادش يتعامل معه. يجب أن يدعم المحافظ، هذا رأيي. المحافظ يجب أن يدعم، يجب هذه المعركة القائمة الآن لتغيير المحافظ أن تتوقف. جميل، أنت ذكرت لي ثلاث أشياء دلدلة بالنسبة للإصلاح، عليها أن يفرمل قليلا، يفرمل كثير مش قليل، يفرمل كثيرا. طيب، وذكرت أنه يجب أن يدعم المحافظ، يدعم بشكل جيد لأنه في جهد لضرب تجربته وربما لتغييره. جميل، وكذا وأنت كذلك تقول للقوى السياسية الأخرى الإصلاح ليس شيطانا، يمكنكم أن تتعاملوا معه، ويجب أن يبنى حوار معه واضح على القضايا اللي فيها خلافية. ورابعا التحالف. ما له تحالف؟ التحالف يجب تعقيدات ما يحدث في التحالف تنعكس على تعز، تحديدا مشكلة الإصلاح والإمارات، هذه يجب أن تتكد لها طريقة للحل. الآن في حديث، يعني يكون واضح معك أنه ملف تعز سينقل ليد السعودية مش بيد الإمارات، وبالتالي دليل على أن الإمارات فشلت، ما وصلتش لحل، والسعودية تشتي تدخل في هذا الموضوع أو أقنعت أنه تدخل تتمسك الملف، فبالتالي هذا ممكن يعمل وجهة أخرى لمسار الأمور في تعز. السعودية عندها قدرة تفرض على عكس الإمارات، يعني قدرة تفرض على الإصلاح وعلى الآخرين. الإصلاح عليهم يعني دلدلة كثيرا كما ذكر أخي ماجد. القوى السياسية يجب أن تتعامل مع الإصلاح، يجب أن يدعم المحافظ، التحالف يجب أن يتعامل مع ملف تعز بشكل جاد، بشكل جاد حتى لا تقول عليك ما لم تقله. ماذا بعد؟ حقيقة يعني مهما كان هناك تباينات في وجهة النظر بين القوى السياسية، تظل اختلافات محكومة بنظام وقانون والتقاء حول قواسم مشتركة وحول أرضية واحدة يقف عليها الكل مهما كان الاختلاف. فما فيش وجه للقياس بين الإصلاح وحضوره الفاعل وبين مسميات لكيانات وجماعات وميليشيات، هذا إطلاقا لا ينبغي علينا. الشيء الثاني ينبغي علينا أن نفرق بين ما يتصل بمسائل سيادية وما يتصل بمؤسسات سياسية وما يتصل بمؤسسات سيادية. المؤسسات السيادية هي المؤسسة العسكرية، ولا ينبغي لها أن تكون طرف في أي نزاعات أو صراعات أو تباينات في وجهات النظر مطلقا. ينبغي لهذه المؤسسة أن يتم بناءها بناء صحيح، لأن المشكلة التي نعاني منها منذ عام 48 هي المؤسسة العسكرية، عندما وقعت أدوات القوة المحققة لغاية الفكر الجمهوري في أياد غير جمهورية، كانت النتيجة ما حصل في 2014. تكشفت لنا الحقائق بأننا أمام مؤسسة عسكرية تخلت عن ولائها الوطني وسلمت الجمهورية يعني وضعتها في مهب الريح. فلا بد أن يتم الأخذ بعين الاعتبار الأخطاء التي وقعنا فيها منذ 62 في بناء المؤسسة العسكرية، وأن يتم بناء مؤسسة عسكرية ذات ولاء لله والوطن، ومؤسسة أمنية ذات ولاء لله والمواطن، ومن ثم نستطيع من خلال هذه المؤسسات السيادية أن نبني وطن. المؤسسات السياسية تخضع للخلاف، تخضع لتباينات في وجهة النظر، ناخذ ونعطي فيها. مسألة قصر يعني أي من الأجهزة الحكومية في أدائها يكون هناك نقد وفقا لكذا ومحاسبة وفقا للقانون. أما أن نخلط بين ما هو سياسي والسيادية فهذا خطير جدا، وسنظل ندور في حلقة مفرغة. ما يتعلق بقضية الإصلاح وتطمئن القوى السياسية، الإصلاح مطالب أن يطمئن القوى السياسية، وكذلك القوى السياسية مطالبة أن تلتقي على كلمة سواء. نحن اليوم نطالب القوى السياسية على مختلف ساحات الوطن أن تعلن تحالف وطني لدعم الشرعية واستعادة الجمهورية. نحن اليوم نتنازع على الوطن على كف عفريت. اليوم عندما فشل المشروع الانقلابي بأن يخضع الوطن بفضل سطوته الانقلابية، اليوم المواطن يتعرض لحرب من نوع آخر وهي الحرب الاقتصادية. لابد من أن تنهض القوى السياسية بدورها في هذه اللحظة التاريخية الحرجة، وأن تلتقي على كلمة سواء وفقا لبرنامج معمول، وأن تخرج من دائرة المهاترات. وعلى لا يوجد هناك شيء يعني ذو يعني شيء ينبغي عليه من القسوة. اليوم نحن في حرب ونحن في معركة، ينبغي أن يترفعوا عن هذا الأمر وأن يلتقوا على كلمة سواء، وأن يكون هناك يعني ما زالت تعز 12 مديرية منها تحت يعني الانقلابيين الأهم الممرات الدولية وأهم يعني هناك أشياء مهمة جدا ينبغي أن تؤخذ بعين الاعتبار، وأن يلتقوا على كلمة السواء، وأن يرتقوا فيما بينهم بالتباينات التي يعني أوقفت عجلة تحريك الجبهات لتحقيق الانتصار الكامل. وظلت تعز في دائرة الاستنزاف لا دائرة الحسم العسكري. نريد أن ينتقلوا إلى وضع برنامج حقيقي، يعني الأحزاب السياسية والقوى العسكرية والسلطة المحلية بمحافظة تعز لوضع برنامج حقيقي لاستكمال تحرير المحافظة، وأن يفكوا هذا الحصار المطبق على أبناء المحافظة من 3 اتجاهات. اليوم الذي يريد أن يصل إلى الحوبان مسافة 10 دقائق يمشي 6 ساعات. هم مطالبون أن ينظروا إلى معاناة المواطن بدل من أن يظلوا بمحاكات واختلافات وتباينات. هم سيضعوا برنامج وأنا البرنامج انتهى عندي هنا. أشكرك أستاذ محمد النقيب على هذا الحضور، أشكر أستاذ ماجد المذحجي على هذا الحضور، وأرجو أن تكون رسائل قد قدمت لكل الأطراف لتنهض تعز وتكون نموذجا وبوصلة كما ذكر الأستاذ ماجد، بوصلة لليمن بكامله ليخرج من الواقع الذي هو فيه. أشكركم جميعا. أعزائي المشاهدين، أشكركم في هذا اللقاء، آمل من الله سبحانه وتعالى أن يؤلف القلوب وأن يجمع الكلمة وأن تنقشع هذه السحابة من اليمن كاملا. السلام عليكم ورحمة الله.